وكل عام وأنتم بألف خير، وشكرا على وجودكم معنا. سترافقونا طيلة الحلقة وسيكون لنا حديث مطول طبعا معكم في الجزء الثاني من البرنامج. أما الآن فننتقل إلى الزميلة رانيا دريدي التي ترصد لنا انقسام الدول العربية بشأن موعد عيد الفطر. في يومين مختلفين يحتفل العرب والمسلمون بعيد الفطر المبارك، عدة دول عربية وإسلامية أعلنت مساء الاثنين ثبوت رؤية هلال شوال، مؤكدة بذلك أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، فيما أعلنت دول أخرى عدم ثبوت الرؤية. وأكدت كل من قطر والسعودية وتركيا والكويت والإمارات والجزائر وليبيا والوقف السني في العراق والصومال واليمن ولبنان أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. من جانبها أعلنت كل من الأردن وفلسطين والمغرب وتونس وإيران أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وأن أول أيام العيد سيكون يوم الأربعاء. كما أعلنت مصر على لسان دار الإفتاء تعذر رؤية هلال شوال ليكون بذلك العيد يوم غدا. إعلان العيد لم يخلو هذا العام من التقلبات، ففي ليبيا أعلنت دار الإفتاء بالبيضاء والهيئة العامة للأوقاف التابعة لحكومة الوفاق أن اليوم هو 30 من رمضان قبل أن تتراجع في وقت متأخر من مساء أمس لتعلن أن اليوم هو يوم عيد. في السودان أفسدت الخلافات السياسية والأوضاع الراهنة أجواء العيد الموحد، وبدأ أن هلال شوال ظهر للبعض واحتجب عن آخرين. فمجمع الفقه الإسلامي أعلن أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، فيما أعلن تجمع المهنيين السودانيين أن الثلاثاء هو أول أيام العيد. في سوريا أيضا الخلاف هو السائد. القاضي الشرعي التابع لوزارة الأوقاف في حكومة النظام أعلن أن يوم الأربعاء هو أول أيام العيد، بينما أعلن المجلس الإسلامي السوري الذي يتخذ من تركيا مقرا له ويحظى بقبول في مناطق سيطرة المعارضة أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر. اليمن أيضا تضاربت فيها المواقف، ففي حين أعلنت وزارة الأوقاف في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، خالف الحوثيون هذا الموعد، وأعلنت دار الإفتاء الحوثية أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان. لماذا هذا التضارب في مواعيد العيد؟ يتساءل طيف واسع من الجمهور. في الحسابات الفلكية العلمية لا يطرح الأمر أسئلة، ومعلوم أن يظهر هلال شوال في شرق الكرة الأرضية مثلا دون أن يظهر في شطرها الغربي، لكن ما يصعب على البعض فهمه هو تكرار الاختلاف في مواعيد الأعياد بين إيران والسعودية مثلا، حتى بات هؤلاء يعتقدون أن رائحة السياسة والمناكفة حاضرة في مثل هذه المناسبات. كما أن الأردن مثلا الذي لم يثبت لديه رؤية الهلال تحده جنوبا السعودية أثبتت رؤيته، وتحده شمالا وشرقا دول انقسمت في المواقف والمواعيد. إذن للمرة الأولى ينقسم اليمنيون في أداء الشعائر الدينية، حيث تحتفل اليوم المحافظات الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية بعيد الفطر المبارك، أما المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي أكملت صوم شهر رمضان. أولى وقفاتنا مع الزميل خليل القاهري من صنعاء. مساء الخير. إذن خليل، يعني للأسف ما فينا إلاك اليوم، كل عام وأنت بخير. غدا هو العيد لديكم، كيف هي ردود الفعل عن أول يعني أول خلاف على موعد العيد في اليمن؟ نعم، حتى فيما بيننا يعني البين في يعني في إطار الأسرة الواحدة، يعني مثلا في يعني هناك من اليوم هو بالنسبة له اليوم 30 لشهر رمضان المبارك في صنعاء والمناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، بينما أيضا أهلنا مثلا في مناطق أخرى اليوم قضوا أول أيام عيد الفطر المبارك. وبالتالي حتى في إطار التهاني فيما بيننا البين، يعني أنا مثلا أقول لوالدتي يعني عيد سعيد، وتقول لي خواتم مرضية ورمضان طيب، أو على هذا الغرار. يعني هذا الموضوع يعني خلال الساعات الماضية كان موضع يعني تندر شديد لدى اليمنيين، وتحسر شديد أيضا لدى قطاع واسع من اليمنيين، ذلك أن التندر كيف وصلت الأمور من الخلافات السياسية إلى الخلافات حتى في مواعيد المناسبات الدينية ومنها عيد الفطر السعيد، وموضوع تحسر شديد إلى أين يمكن أن تصل اليمن في ظل هذه الاختلافات التي هي ربما تتعمق
يوما عن آخر. هناك مثلا في إطار الحملات التي كانت يعني موضع تندر شديد لدى اليمنيين، قال بعضهم مثلا الحل في اليمن الآن بالنسبة لنا في إطار هذا الانقسام في موعد العيد ورمضان هو أن يعني نقضي اليوم بثياب العيد، يعني نقضي اليوم الأخير بثياب العيد ونكون بهذا وصلنا إلى مرحلة إرضاء الطرفين. هناك أيضا من قال بأنه يمكن أن نصوم إلى نصف اليوم ويكون النصف الآخر هو عيد الفطر السعيد، هذا في إطار حملات التندر التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى هذا الأساس أيضا انقسم اليمنيون ما بين مؤيد لهذا الطرف ومؤيد لأن يكون اليوم عيد ويوم غدا أو اليوم رمضان ويوم غدا عيد، حتى في إطار المحافظة الواحدة مثلا المناطق الواقعة في تعز الجانب الشرقي من تعز والواقع في إطار سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين، اليوم بالنسبة لهم هو اليوم 30 من رمضان على بعد أمتار فقط وهو الجانب الواقع تحت سيطرة القوات الحكومية الموالية للرئيس هادي، قضوا أول أيام العيد. اليوم هنا في صنعاء مثلا نحن نستعد بعد حوالي نصف ساعة أو تزيد قليلا لإفطار اليوم الأخير من رمضان، بينما في مناطق أخرى قضوا اليوم الأول من عيد الفطر السعيد. وبالتالي نعم الزميل خليل القاهري كنت معنا من صنعاء، كل عام وأنتم بخير بكل أحوال. يعني إذن للعام الخامس على التوالي وسكان تعز يستقبلون عيد الفطر المبارك بأجواء الحرب والحصار ووضع اقتصادي متدهور، إلا أنهم يحاولون رسم فرحة العيد للتغلب على الأوجاع. متابع. منقسمة البلاد في السياسة والحكم والحرب منذ 4 أعوام وهذا ما هو معلوم، لكن لم يسبق لها أن تنقسم في الشعائر الدينية. فاليمنيون صاروا بين قرارين في الاحتفاء بعيد الفطر، نصفهم عيدهم اليوم والنصف الآخر متممين شهر الصوم كما هو الحال في مدينة تعز. الأحياء في وسط المدينة الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية تحتفل بأجواء العيد، فيما منطقة الحوبان الخاضعة لسيطرة الحوثيين في الجهة الشرقية صائمة، وما بينهما حصار يفرضه الحوثيون. الشعب اليمني غير منقسم، متحد. قد يخضع البعض جهلا أو ضعفا، لكن أقول لك بأن القلوب كلها متحدة مع الشرعية، مع التحالف، مع الدين، مع حدود الوطن والأرض والإنسان. يؤدي سكان المدينة صلاة العيد كل عام في هذه الساحة قبلة الثورة، وعقب الصلاة يتوجه الكثير منهم لزيارة من فقدوهم في الحرب، فالوجع يكاد يسكن كل منزل بفقد قريب أو عزيز. تغيب فرحة العيد وكل المناسبات لدى نوريا بفقدان فلذة كبدها قبل عامين لتوصي بدفنها جوار قبر ولدها. سنتين وني رايحة واجي عنده، سنتين وني رايحة واجي عنده، ما ذكر ما نسيتوش أبدا. عود العيد عندي مش عيد، مش عيدني عندي ولا عيد ولا رمضان، استغفر الله العظيم، ولا أي شهر ولا كل الشهور عندي مش تمام. استقبلت تعز عيد الفطر هذا العام بأوجاع الحرب والحصار وأزمة اقتصادية طاحنة، ما جعل المواطن يواجه صعوبة في توفير متطلبات المناسبة. زادت الصعوبة، زاد الحصار أكثر، زادت الغلاء، زاد أكثر في المعيشة، أصبح حتى الماء نتعب إيجاد الماء والحصول على الماء حتى ماء الشرب. ورغم ذلك يحاول الناس هنا إيجاد بهجة العيد بشكل أو بآخر للتغلب على أجواء الحرب المستمرة في أطراف المدينة. حرب وحصار وأوضاع معيشية متدنية، وضع يكاد يغيب فرحة العيد في تعز، إلا أن الكثير من السكان يقهرون الحصار والألم في الاحتفاء بالمناسبة وممارسة طقوسها المعتادة. أحمد البكاري، العربي، تعز. اليمن. ننتقل إلى العراق والزميل طارق ماهر. مساء الخير طارق، كل عام وأنتم بخير يعني بكل الأحوال. سؤال لم أسأله للزميل خليل القاهري من صنعاء أسألك عنه، يعني رغم هذا الانقسام هل هناك التزام فعلي لدى العراقيين حسب المناطق بالاحتفال اليوم بالعيد أو لا، أم أنه هناك من اختار في كل الأحوال الاحتفال بالعيد اليوم؟
كل عام وأنت بخير ديما. هذا في الواقع هو الوصف الدقيق لما يجري في العاصمة بغداد التي توزع الاحتفال أو التي ظهرت فيها مظاهر العيد بشكل جزئي وبشكل مناطقي، وهو ليس بجديد على العراقيين، وهذا العام لن يكون العام الأخير للتباين بين الطوائف الإسلامية التي اختلفت في تحديد موعد عيد الفطر المبارك. هذا التباين ليس مذهبيا على حد وصف المراجع الدينية ودار الإفتاء السني في العراق، بل هو خلاف فقهي مرده إلى المدرسة الفقهية المتبعة لدى هذه الطائفة أو تلك. انقسم الطوائف المسلمين في العراق بين مدرستين رئيسيتين، الأولى تتبع الحساب الفلكي وهي التي تحدد دائما أو تبكر دائما في تحديد موعد العيد، أما باقي الطوائف تعتمد المدرسة التقليدية التي تعتمد على الشهود العدول، وبالتالي لا بد من توفر عدد لا يستهان به من الشهود العدول لإثبات مشاهدة أو مراقبة هلال العيد. بالتالي العراقيون اعتادوا في العاصمة بغداد وفي باقي المحافظات وتحديدا المحافظات الجنوبية على تأخير العيد يوما واحدا على الأقل. الحديث هنا عن العقد الأخير في البلاد، وبالتالي هذا ليس بجديد بشأن تحديد موعد العيد. مظاهر العيد برزت بشكل واضح في مراكز التسوق التي تنتشر تحديدا في الضواحي الغربية للعاصمة بغداد والتي يقطنها أغلبية من العرب السنة. هنالك احتفالات متواصلة منذ منتصف نهار هذا اليوم، ستتواصل بعد صلاة المغرب هذا اليوم، لكي يشارك الشيعة أيضا المسلمون الشيعة بهذه الاحتفالات لكي يحتفلوا أيضا بالعيد في حال إعلان المرجعية الدينية الشيعية في النجف لموعد العيد والذي من المتوقع أن يكون يوم غد. نعم طارق ماهر، شكرا جزيلا لك وكل عام وأنتم بخير، وعسى أن يكون العام المقبل يعني يحمل الطمأنينة للعراق ولكل البلدان العربية. والآن إلى ليبيا، فلم يكن يعرف الليبيون أنهم سيحتفلون بعيد الفطر اليوم. وفق بيان أصدرته دار الإفتاء الليبية، أعلنت فيه بعيد صلاة المغرب أن اليوم الثلاثاء المتمم لشهر رمضان، ليكون بذلك العيد غدا الأربعاء. لتتراجع دار الإفتاء الليبية في وقت متأخر من مساء أمس وتعلن أن اليوم هو يوم عيد. المزيد مع الزميل خليل كلاعي. إذن نعم نعود إلى ليبيا لاحقا، لكن الآن مع جولة في فلسطين مع مراسلنا أحمد جرادات من رام الله. مساء الخير أحمد، وكل عام وأنتم بخير. كيف اليوم؟ يعني اليوم ليس هناك ربما انقسام حقيقي في فلسطين، لكن اليوم ما في عيد في فلسطين، غدا العيد، فكيف هي الأجواء اليوم؟ يعني هو اليوم هو اليوم الأخير من شهر رمضان، وهناك حالة من الإقبال من قبل الفلسطينيين على الأسواق من أجل التجهيز والتحضير للعيد الذي سيكون يوم غد الأربعاء. لم يحصل أي انقسام إن صح التعبير من ناحية طائفية، لأنه لا يوجد هناك طوائف في فلسطين، هناك التزام شبه كامل بأن موعد العيد وبأنه غدا عيد. لكن حصل هناك انقسام بعدما أعلن حزب التحرير بأن العيد سيكون اليوم، وقاموا بالاحتفال بالعيد اليوم، وحصلت بعض المشاهد من محاولة منعهم لأداء صلاة العيد، وأيضا يعني اعتقال من يقوم منهم بالإفطار جهرا. يعني أعدادهم ليست كبيرة، ولكن هذه الحالة شهدتها اليوم فلسطين، وتعتبر المرة الأولى تشهد هذا الانقسام تحديد في موعد العيد. هناك حالة يعني الأغلبية الكبيرة ملتزمة بأن العيد غدا، ومع دائرة الأوقاف وبعد دائرة الإفتاء الفلسطينية بأن العيد غدا، وذلك بعدما أعلنت الدائرة الإفتاء بأنه تم وضع 3 نقاط في فلسطين لمشاهدة ورصد هلال شوال، واحدة في المسجد الأقصى المبارك وواحدة أخرى في مدينة الخليل، والنقطة الثالثة كانت في مدينة عرابة داخل الخط الأخضر، و3 نقاط مراقبة، الثلاث لم يشاهدوا الهلال، وتم الإعلان عن أن العيد سيكون يوم الغد. هناك جرت حالة
إن صح التعبير من سابقة، لأنه في هذه المرة الأولى التي تخالف فلسطين قرار السعودية بالتحديد في موضوع العيد منذ إنشاء السلطة الفلسطينية، حيث أنه عادة كان هناك توافق ما بين يعني يكون إذا تم رؤية الهلال في السعودية يكون هناك أيضا رؤية للهلال في فلسطين، ولكن هذا العام الأول منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية الذي يحدث هذا الخلاف تعزيه ويتم عزوه لأنه بسبب عدم رؤية الهلال وعدم تقدم أي أحد من الشهود بأنه قام برصد. نعم، يبدو أن الاتصال قد قطع مع الزميل أحمد جرادات، نعتذر على ذلك وكل عام وأنت بخير. إذا نعود إلى ليبيا طبعا مع مراسلنا خليل كلاعي لنطلع على أجواء العيد هناك. نحن هنا في ميدان الشهداء أكبر ميادين العاصمة الليبية طرابلس، سنحاول استطلاع بعض الانطباعات هنا في ليبيا حول ما حصل ليلة الأمس وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وكذلك انطباعاتهم من الأجواء الاستثنائية التي تعيشها العاصمة الليبية طرابلس بعد انطلاق العملية العسكرية التي بدأها الهلال المتقاعد خليفة حفتر في الرابع من أبريل نيسان الماضي. إذن سنحاول استطلاع بعض الشهادات هنا في الميدان. السلام عليكم، كل سنة وانت طيب. بارك فيك. الحمد لله. كيف الأمور؟ كيف تبعت الجدل بشأن تغيير موعد العيد؟ والله كل شيء تمام الحمد لله. يعني هل أزعجك تغيير موعد العيد كان الأربعاء أصبح الثلاثاء؟ لا ما عنديش مشكلة، أنا فهمت، ما عنديش مشكلة. السلام عليكم، كل سنة طيب. كل سنة طيب خوي. شو رأيك في تغيير موعد العيد من الأربعاء للثلاثاء؟ والله احنا تفاجأنا بالموعد جاء مؤخر كما 3:30 كلمونك. سبب لك هذا ارتباك؟ والله واشني قضب مشيئة الله سبحانه وتعالى. كيف ترى أجواء العيد في طرابلس بالنسبة لهذا العام؟ والله الحمد لله الأجواء طيبة وإن شاء الله ربي يهني البلاد ويهني العباد إن شاء الله بإذن الله. هل ترى أنه الحرب والأحداث التي عاشتها طرابلس في الشهرين الأخيرين أثر على أجواء رمضان وأجواء العيد؟ والله إن شاء الله احنا نقول ما فيش تأثير بإذن الله، كل شيء بمشيئة الله والحمد لله. يعطيك العافية. الله يبارك فيك. كل سنة طيبين. الله يخليك. طيب إذن كما ترون هنا في ميدان الشهداء لازال العدد الأكبر من الناس الذين توافدوا على الميدان بصدد الاستماع إلى خطبة العيد، وجزء منهم هم الآن بصدد تبادل التهاني. سنحاول رصد بعض الانطباعات كما قلت حول ربما اللبس أو الارتباك الذي وقع صباح اليوم، وكذلك حول الظروف الاستثنائية التي تعيشها طرابلس في هذه الآونة، في هذه الفترة، في هذه الأسابيع، ظروف الحرب أساسا. السلام عليكم، كل سنة طيب. الله، كل عام وانتم بخير. كيف تابعت الجدل حول تغيير موعد العيد؟ أول حاجة كل سنة وانتم طيبين، الشعب الليبي، الأمة الإسلامية. والجدل والله هي الناس هذه صار يعني استغربت من الساعة 3 في الليل، يعني احنا موقف الناس قعدت في موقف عرفت ان هو قالوا عنه من الجنوب ومن بن وليد، المفروض يكون في توحيد بين شرق وغرب، ما لهاش علاقة بالحروب الأمور، هي هذا عيد المفروض يكون في مرصد واحد ويكون اعلان واحد، ما تقعدش الناس في جدل يعني احنا لازم نتبعوا دولة فلانية ولا ما، احنا المسلمين بصفة عامة مش حتى ليبيا بس في الموقف بصراحة. لكن الحمد لله لكل حال، الحمد لله على الصحة والعافية، وإن شاء الله كل عام طيبين وكل عام صحيحين، وإن شاء الله ربي يحقن دماء الليبيين، وإن شاء الله ربي يجمعها شرق وغرب، ما فيش فرق بين واحد من بغازي واحد من درنا واحد من طرابلس واحد من جبل نافوسة، كنا ليبيين والله لو نلتموا على كلمة واحدة وكلمة الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم، احنا قصدي الحمد لله شنا ناقصنا يعني الناس تموت هكي، الله غالب. وللحديث أكثر عن التباين الحاصل فيما يخص تحديد يوم عيد الفطر ينضم إلينا من تونس العاصمة هشام بن يحيى نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك. مساء الخير أستاذ هشام، وكل عام وأنت بخير. يعني اليوم طبعا فضلنا أن نتحدث مع حضرتك بأمور علمية، يعني مع كل هذه الطفرة التكنولوجية والتقدم الحاصل في العالم ككل وفي عالمنا العربي أيضا وتطور وسائل التواصل الاجتماعي وكل هذه التقنيات، هل يعقل أن يعني يستصعب على بعض الدول أن تعرف متى بالفعل هو يوم أول يوم عيد الفطر؟ لماذا هذا الانقسام؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أول شيء على الاستضافة، وكل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية والعربية بخير. أول شيء هو علم الفلك، هو فيه جزء كبير هو اسمه علم الحساب الفلكي. الحساب الفلكي الذي يعطي ما يسمى بالتوقعات أو مواقع الكواكب والنجوم في السماء، والحساب الفلكي هو من أدق الأمور في علم الفلك. لذلك يعني نلقاو أنه يعني يمكن التصور أو توقع لكسوف أو خسوف سيحدث مثال سنة 2027 أو سنة أي، فلكيا يصعب القول أنه هناك صعوبة تقنية في تصور أي شيء بما فيها يعني بداية الأشهر القمرية. نعم. الإشكال في البدايات الأشهر القمرية هو أنه بعض الوضعيات هي التي تفتح باب الاجتهادات. يعني في الحالة هذه، حالة شهر شوال 2019، نشاهد أنه الهلال قد ولد، يعني موجود، ولكن وجوده لا يسمح للعين البشرية أن ترى بالعين المجردة، أن ترى الهلال بالعين المجردة. لا. لأنه يعني نعرف أنه هناك يعني قواعد، القواعد هذه تخليك أنه تقول هل يمكن رؤية الهلال أم لا. من القواعد أو من الضوابط التي تضبط رؤية الهلال هو أنه يجب أن يكون الهلال بعيد بزاوية قوسية أكثر من 8 درجات، وهذه الزاوية القوسية تتحكم في المكث، ويسمى بالمكث هو بقاء الهلال في السماء لمدة معينة. المدة هذه يجب أن تتجاوز، تكون كافية للعين البشرية أن ترى الهلال. نعم. مثال نبدأ ببداية شهر الفضيل، شهر رمضان، الهلال كان بغي تقريبا أكثر من نصف ساعة في بعض الدول العربية والإسلامية، وذلك يعني تمكننا من رؤيته بشكل واضح. بينما في حالة شهر شوال، هلال شهر شوال، الهلال كان يعني المكث نتاعو أقل من 5 درجات، ويبقى 5 دقائق، وحسب الضوابط العلمية الفلكية لا يمكن للعين المجردة أن ترى هذا الهلال وهو عندما يكون قريب من الأفق. فإذا على ماذا تعتمد يعني على ماذا تعتمد دار الإفتاء في تحديد أول أيام عيد الفطر؟ نعم، دار الإفتاء في تونس تعتمد أول شيء، لدينا 24 نقطة رصد في كل أنحاء الجمهورية. ال 24 هذه عبارة على لجان فيها يعني علماء فلكيين ومختصين، وكذلك مشايخ من دار الإفتاء. تكون لجنة رصد الهلال، وهي ترفع بعد رصد الهلال ترفع تقاريرها إلى دار الإفتاء، إلى سماحة مفتي الجمهورية، الذي هو يقرر حسب ونحن يعني حسب في ماذا؟ جميع لجاننا التونسية التي حسب ما رأت، هل يعني هل اللجنة رأت، يكفي أن لجنة واحدة رأت الهلال في تونس، فمفتي الجمهورية يقرر على حساب على باب هذه اللجنة. ولكن ما حدث في تونس أمس هو أنه لم يتسنى لكل اللجان المتواجدة كما كان القرار، يعني أو كما قالت التقارير الفلكية للجمعية والمعهد الوطني للرصد الجوي، أنه الهلال لا يمكن رؤيته من قبل 15 يوم من موعده. يعني رؤية الهلال كانت مستحيلة، ولم نتمكن من رؤيتها في جميع اللجان. ونحن كنا حضرنا في لجنة في تونس العاصمة هنا، ولم نتمكن من رؤيتها، وبالتالي يعني رفعنا التقرير متاعنا إلى مفتي الجمهورية، وهو يقرر على حساب هذه التقارير الوافدة من 24 نقطة رصد في تونس. يبقى الاختلاف في الدول العربية هو أنه يمكن للدولة، وهو يبقى نتصور أنه قرار سيادي، يمكن لدولة أن تقرر يعني حسب الحسابات الفلكية قائلة أن الهلال موجود، ولكن لا يمكن رؤيته. نعم. هل يعني نحن أصدرنا بيان فيه 30
وقع من 30 عالم فلكي من 14 دولة إسلامية قبل 15 يوما. العلماء هذوما مثلوا تقريبا 14 دولة إسلامية، من السعودية، من الكويت، من إيران، من تونس، من الجزائر، من المغرب، من موريتانيا، من ليبيا. كل هؤلاء أقروا بعدم رؤية الهلال، ولكن الإشكال هو يعني أنه العلماء الفلك يصدرون بياناتهم نعم مجردة علميا. نعم سيد هشام بن يحيى نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك، شكرا جزيلا لك. ونختم جولتنا مع الزميل قحطان مصطفى من حلب. مساء الخير قحطان. أهلا وسهلا. كل عام وأنتم بخير. إذا هل اليوم عيد أو مش عيد في حلب ومناطق إدلب والشمال السوري؟ في طبعا في الشمال السوري في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة اليوم هو أول أيام العيد. طبعا نحن الآن متواجدين في أحدى الحدائق في مدينة عزاز شمال حلب، وطبعا هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية. نحن بالقرب من طبعا المنطقة التي استهدفت يوم أول أمس بسيارة مفخخة، مع ذلك تشاهدين الآن أنت وأزاد المشاهدين خلفنا هناك تواجد كثيف للأطفال، أتوا اليوم طبعا ليشاركوا في فرحة هذا العيد. أتى بهم يعني العوائل وآبائهم، أتوا بهم إلى هنا ليشاركوا فرحة العيد كما يعني تشاهدون الآن. الطفل يبقى الطفل في أي مكان وزمان، لم يعني تردع هؤلاء الأطفال والعوائل الملغمات أو السيارات التي انفجرت من هنا. هذه المنطقة هي بالقرب من نعم قحطان مصطفى، كل عام وأنتم بخير وشكرا جزيلا على هذه المشاركة. فاصل قصير مشاهدينا، لكن ابقوا معنا، سيكون لنا وقفة مع فرقة إنشاد بلابل الشرق، إضافة إلى أخبار الدراما الرمضانية وأبرز التعليقات على مواقع التواصل حول الانقسامات في العيد.